موضوعنا أن ما أنت سلاج إنه أخلاق ذا ونعكسن إن قبر المسلمات ذا إن يكسي فهو ذا بقف كستو مسلم يبقى يكسي فهو لو بهية وغران وحال لو بهية قبر المسلمات ذي إن أي سي أخلاق ذا إسلام كوقادة يا تهاي مد أوامر تإلهي قادة أو وايو إلهي أي دين تن إسلام كا ينكو عبد الرسول إن نوسو دجيء يسقى أنا أخلاق النوت المامي النبي جيس عليه الصلاة والسلام نا أن كده حلني مرك واحد وقعتا أو جبر كستو مسلم دين وقعت له جب هاي وحوي أن أخلاق دوينا تهاي أن وناك لو جب هاي هاي نلاش هذا دم بينه كده سنتين وقعتو ويقف بلا أخلاقه قف كستوى مجعله حتى كبلا أخلاق ذي هو يجعل يقف أخلاق لين ولا التعامله ويجعليه مرك واحد وقال تاينا تهاي أخلاق ذو وتير كدنا نلاش هذا كل سنة سنتهاي أم بيكود سنتهاي نلاش هذا فرحة ذي ذا يونا جيدنا أي كور يجيس أو يكود أي ذا لا أنت ذي نسعين هذه له كوار ساقين هذا أخلاق ونعكسنا الله ذهاي أو محايدة هاي صوت أخلاق داس ونعكسنا تلمام دونه وخير إلهي كسي إلهي كم هذه هدي إلهي وكاحر ما يوضح لنا وحاكو واجبين كد دا الشو نرشاس فرحب دا محايدة أخلاق دا كردسا ونبي عليه الصلاة والسلام كل كل ويدي برغو أنبا سمفلك وحو ناق كل كل ويدي وحو يري البر حسن الخلق وأخلاق ونعكسن سمفل أردن ونعك أردن وحقوط المامي إن أخلاق ذا ونعكسن تاي نبينا عليه الصلاة والسلام مركي لويدية وحيالها قادتك أي جنة ذاكو قلان وحاو قبضا وحقوط المامي الله كعبسك كدب إن تاي أخلاق ذا ونعكسن هذا أخلاق ذا ونعكسن أهمية ديدو آد بيوين تاي والسلام كاكتي سيكوين تاي وحيالها أقوى وين يقفك مسلمين ويهاي لو قرن كرايو وأخلاق ذا ويقفك كل طريق مرايا أم بميلو جوجو عقيدة دي اسمك ما قرن كريس عقيدة دي قلبي جيس أيه كجرتا وإلهي أم بأرك كرايا قلبي واحد كجرنا لكن أدو واحد على عن كرايسا أرك كرايسا قفن قص فين كرايسا أتقط المام كرايسا إنه مسلم يهاي ينكله وأخلاق دي سكاغم موقتها أفعاشي سهل نقطة فعل كوح السمين أيه أم بهذا الوحي كه الله يهان نقطه أم بموقال كيس بهان نقطه أخلاق دي ساس أيات كو قيمين كريس أقف كأوران كريس أقف كنوا مسلم يقف كني مسلم ما هن ويا أخلاق ذا ووح موقتها يدو كترجمة يسا قلب جاق وحي كجري قلب جاق دوح ونعكسن كجرو أخلاق ذا ذي كم موقنا دوح عن كجرنا وحي كم موقني أخلاق ذا مركا ووحي لها وهو الرياض قفك لو قيمين كرأي أخلاق ذو عقيدة دي ما داموا إن أركينين مركا وحي لها أهمية دي كم ذا أخلاق ذا إنو إسلام كويني أخلاق ذا وإسلام كم ميل سراء وقارسية إلاو عبادة بكوت المامي عبادة وانقران إنو وح أجر لغو هلو وكل قد سلاتك تو أجر باد إلهي كرجين إسا قرآن كما ركض خريدو صدقة هدا الله بحض أجر بعد كري الجنس أخلاق دون أو واحد أجر لو هو عبادة لم يتهاي أو عبادة الله قد جاي وحيالها قيامها والنبي وكت المامين دوت كوك على فضل بدن يعني عليه الصلاة والسلام وحويا وأخلاق دون أحسن أجر كذا أو واحد كت المامين يتهاي با وحيالها ميزان كعلوس نبي عليه الصلاة والسلام الصغار نوب يامين أيه النور شجع الشرف تأيلة ذا أخلاق ذا وناكس نقف كينو كو وأنا محي ذا كسي فوروح لها إن من أحبكم إلي قف كأني أكتيد لو وجع لي هاي لو وجع البدن يوم نبي وجع لي هاي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة تذكى ما أنت قيامها يجود دونا وحي نقنا يان وأحسنكم أخلاقا تذكين وأخلاق ذا وناكس يا أخلاق ده أي في عن تهاي أيان نقول ده أنا كون النبي قاعدتي سلوك جعلي هاي لم حياة أونو دو مركات النبي جعش هاي ينو كجعل هذا أونو دوارت مالن تقيام هاي لوب بهن هاي قفل ببينو مال في عن قارو أخلاق ده هذا ونج ويا إسلامكو مال سرو أيو قارسيي وحيالها لغوت المامة أم ضحينا كوب بابا عن نجبا يا وحولها
أمضه وأخلاق أخلاق ذي ذو هذي تكتنا أمضى سوى أمض باباسا إلى هنا كل كنوت المامي أمضه وهلاقي وحو نوغت المامين وأخلاق ذا أي كرد انتين ودد فاسدين لو ديبي وواكيلها إلهي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وواكيلها إلهي نوغت المامي مركز فحق عليهم القول وأخلاق دري كل كرد عضي هلاقي محا سبب النقضين ضد أخلاق حنوي وفاسدين وفاسقين أي ملكي وإمام الكود قبطان ضد كاسنا أي بابا مركا أخلاق ده ونكسن ووح لغود اسمه أخلاق ده حنة ووح لغود بابا تاس أو أهم عيارك لغو قياس كرا يميزانك لغو كلا قياس كرا يقوش يقول جردبا وحيالها كميد أخلاق ده وأساسك dadku inay is jeclaadaan xumaantana iyo qacarada iyo isnaaybkana baabineysta way qofka duu akhlaaq wanaagsan yahay nin gabayaa wuxuu lahaa ahsan ila naasi tastaabid quluubahum dadka u wanaag fal qalbiyadooda ada yeelanayay way wanaagu isaga dadka yeeshaba hadii aad doonimo la sheego wanaaga dadka aad doonsada oo qof kasto maxay wanaag ku sameeyo ada ka xishoon هذا احترامي هذا جعلان مركا وناغا اديغا ايا كو نول ايسو كوما بان مركا ادو ان اد كو داداشين اخلاق لاده وناجسيد مركاستا وا وح وناغسن شيخ علمادي كميده ابو علمادي واويند مسلمينتا ابو حاتم ليراده و هو لها الواجب على العاقل قفك وح واجب قف كاستو عقلي له ان يتحبب الى الناس باللزوم الخلق الحسن إنه ضدك جعل كل جعل هذا وجد هذا ضدك سوي جعل هذا أخلاق ذو ناكسن يسوى استعماليه أخلاق ذو ناكسن وحيكون سبب نقول إن ضدك كسود ويانا وكل جعل هذا وإن أخلاق ذو حنا أذكيك تيد وتكديراتيد ويا أخلاق ذا محيد ذو ناكسن وحيد خلاص دعاء دنبية كدعاء وحاردم بمسحيسا سيد عيد وبود على لسه برفك بارف هذا سوق جديد أو مل علاج دكتيد أو دلالي مرح الدين بيجي يحمان تونا أخلاق ذو ناكسن ساو كلا أو دلالي ساو بابيسا أخلاق ذو حنا وحي كاف السادين عمل كاري هذا الصلاة بدن تاي أو الصوم بدن تاي أو صدقة بدن تاي أو الأخلاق حن تاي سون النبي يقول نوشة عليه الصلاة والسلام في النار وكين النبي يقول الله بدي السلام هذا دم مرح هاي لويدي هبلاي النبي الله واقف عبادة ذو يرتاي نعم وعماشة السمينس وعمل ير لكن ذاتك إلهي بأمان سيسا وقف أخلاق وناكس هي في الجنة تيك هلا صدقة الله هذا محايدة صلاة بطن هذا ذاتك كأمان هليني حوري هي في النار وهي أحد وقتهين مسلم كا كل خلا إطلاقية وقفكم مسلم ويان ليلة نبيكم حوقو تلمامي من سلم المسلمون من لسانه ويده عرب كهذا هذه دتك أمان هلان كعنت هذا أنا كأمان هلان ده هذه إلههم بس كهاره دتك كل كده أمان كهلان إلهي هنا كعب ستيد ود إلهي أدي عدي الصلاة ده ده أنت خوي أعتبا إلهي جنة كسين ويا دت إلى أنت دم بيقول الله بيقول إياه هاي مدى دتك كذا شيء مدى إلهي كذا شيء وحي إلهي كذا شيء طوبة كم بوك عجبهين لكن دتك وحي كذا شيء قفك أو كسام حمان إلهي كام عفني ويا وحق دتك لا إسكلا مركع هذا دون يسوي جنة إن أتجشيد أخلاق ذا وناج أخلاق ذا وناكسن أو كو كان يسنا ضد كنا من سيسو إلهينا كبعقده ويو أخلاق ذو وحقوه الرئيان إن أخلاق وناكسن كل تعامله يتعي وإلهي إلهي إن أدولة تعامشيد أخلاق وناكسن أو أوامرتي سقادتي نواهدي سنة كتكتي تاسي وحي كو كان يسنا ضد وحق استو قدم بيوضتك يوم مديس مخلوقات كيس وردنا أدونا كل دغنتي مركا أخلاق ذو ناكسن وسداس أو عمل كاس قيمة له حتى وحياله أخلاق ذو ناكسن كم ذا أيام قوت المامي وحوجه الرئة أخلاق ذو ناكسن صبرك قف كينو النقطة قف صبر للدلقاد له أو محايد النفتي س دلقادنا تكويلة وحياله وجه الرئة ضاعد إلهي وحكم ربا يا دلقاد وباهن وين عبادة يستيد دلقات بأوبهانتها وحيوبهانتها الصبر بأوبهانتها
وهي عبادته وقت بيك هادون إسا الدنيا إنما أنت وحو الباء وفضل النفط جعشها بالقصوص في داي مرقى هنا صلاة الصبح وكعديد هذه حالة يوردن لغاية بين أنه تكسو جيدة مشغول سنيد هذه صلاة وقت كلاو شاكين إن القرآن أخري ستيد إن الشيطان كوي إذا سكير شاكيسو إن القرآن أخري ستيد وردقاها هاي ستيد وحيو باهان تاي إن السمر فعل الخيرات هذه هنا نيدة وف صلاة دي باك قاردي ما قرآن كيبا هذه هنا نيدة كان عينين أو كفر أحسنين هاد دعاء إلهي كسمرتيد وايو وح والبا معاصدنا هنا كستمرتيد أو سك إلى لسيد هنا دم بيكون عديد أخلاق ذحون دبانتا خيانة غشكا وح أوردن هنا دت كيسكوي نفط هذا هنا يكون عجيب يسال دت كهذا هذا هو نسكون مشغول سناتي دت كهنا هذا وح يجو وح أنا وح بجيرن كسو قاد هذا هو النفط هذا واركتي وح وين هنا بخيلة نقاط شح جو كدرن ببخيل لماذا ضعفي شح جو وح وين حتى هنا نع إن الجعلة تقفك كلوح وقعد يسوق هاي سنة هذا الله عن لهن هذا إن أذبح ودي دماين وضع فطيبة وح هاي استو إن هذا الله عن له هذا قفك أو صدق سنة هذا ركلاه محوص صدق سنة هذا وح محوص هنا يا وبن بدن بوسية نعم وقد كحس يستعب حتى بخيل ما هذا هالك هير كي قاعد دت كي كلا أي أذبح هذه أرد عفتي ويا وشح جوا وحيله النار تلو قلو إلى هنا وكيل قفك إلى كبد بادية شح جا وأدتك وناكس إن الجنة ذا قال مركز صبر كا إن أد محيط كده داشيد واصفه ينا أخلاق وناكس كمذا الصفح والإعراض إن أد وحيالها أدتك كوجو خلد ما بشر بعد نهاي خلد باكرد عكرا يقف ولا لك قف باكو محيط كوجو واحد جد بكرايا إن أسكت دافتين عفيس كا وحكارة صفح كا صفح جو حلي كجنسي فصفح إن كجيد ستي مركا كجيد ستي حكا دغانتا دمان كاغا دو جيد سي وخي كو دافاي قلبيغا ما ادغلين مركا ان الصفح سميسيت او ديعراض وخ كسود مقليسا كلمات كاد مقليسا خنخن iyo waxyaalaha dhaqanka مثلا قف ولاشا كربك كو دوفات ان ما هاي كو دوفات قيلها كينين اسكا عيف لا يا بين ان كو جيدين با ان انت بوق سمينيسا كبدن باد اموس لهي واي وي دماتاي كو دوفاتاي واي كو دافت لكن هذا دائما كبوخ سميسي مثلا صعب بس لقى لنيس وحكى بدن يا اسكو دفتين بعد دعي كرا السبب لكن هذا اسكي جيزتي يضن هو اسكو حشوني وقف دنا وي وحكو سميسين كل كا حشوتي مرق اخلاق ذا وهي له وناكس وحكى مدا ان الصفح يلتي او ذا السيئه كو لو لا تعامل حمانه لو سمي حمانه ادو جوابين او حمانه حمان كو ابال مرين لكن سو الى ان امر يي ان حمانه وانا كبدش حمان قف حميي إن هذا ذو وناء كسيس محيدا الصومالي حق قف سون كسيه محي سوق بالاس يا بيدا نعم حق دكان تقف حميي وناجي واي وناء جينك أول باهن هذا نفط هذا باهن واي هداد قف كان كيف كرتيد أو حمان وقاديد هبين يدرار بخور جوجي وقت جا قدم بخا قادني نفط هذا بضيق قلي مركز سود ركتيد أياد ضيق ضاني لكن هذا إسكت دافتيد نفط هذا نهبي به نقن دم إلهنا أجر بات كهالي مركز تنا واحد واحد أصلا ما ينسح النقد دير الله يونا كان نقن هل هبلاي واسدى عباليدي هبلاي هل جودا واي واحد صدات ساتي لا يد واحد أجرت كهلا يسوع مجرته إنما الأعمال بالنيات وين المركز تاع هاتيد معيار كميزان كه وها النقد إنما الأعمال بالنيات نية ده وها النقطة تو أدي لهي وواحد كذا دانس عائلة ده هذي تفهم يجا وادد ليسلن نوريا مالك استال ليسلن نوريا واحد واحد عك رايا qaraabadaada waxba kaaga khaladaad ba kaaga iman karay jaarkaaga khaladaad ba kaaga iman karay ardadaasi wax isla dhigatiin khaladaad ba kaaga iman karay qof kastaba oo nololoshiinu meel badan asla joogtiin khaladaad uu ka dhici karay laakiin waxa loo baahan yahay khaladaadka inaad ku saxdid wanaag aad kaga hortagti qod kelimaadka xunxun ee lagu leeyahay iyo caayada iyo waxa oo dhanadu sharaf ka yeelatid oo wanaag aad ugu bedeshid ilaahayna waakiilaha khudil afw wa amr بالعرف واعرض عن الجاهلين وايو وحي لهايان اي كستوعيا حتى دغخ كو تورت marka dambe dhagax uu qaalib uu noqono dhagax baa la way ma ayba qeyladiisa deyn qay ay kasto marku qeylada dhagax lagu tuuro dhagax oo dhanba dhamaani marka dadka jaahiliinta ayana mudan in aad hadalkaaga ku khasaariso adiga oo sharaftaada ilaashanay ka jeeso caafisna u fudi amarna wixyaalaha wax kasto wanaagsan markaas taas waxay ku keenaysaa inaad adiguna naftaadana aad raaxo heshid dadkiina ku wada jeclaadaan oo dadku ku soo
دوادان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن حمانتي يو وناغو اسكم ديلتن أو اسكم ماهين مركز طبعا حد كده ده شيء نادو وناغ السميس قف كاسي السقايس الصحي وحو النقون مركز دنبه عاده وقاقه كوود دوه وناغ والالتين ماذا كووج جعل بنقون عاده وقاقه شلي قارك كاهي سوق دبكو قارسين لها وحو النقون هيا قفك نفتي سأهرة سوقو الدفاعي لها مركز النقو قف تتكا اسكعفي أو صفحي له وحك الله اللبه هي هاي أخلاق دو ناس وحك ماذا الحياة والاحتشام إن قف حشاد لنا قتيد والحياة يلتيد والحشاد حشمد يلتيد حياة ومن الإيمان وإيمانك ولالك قف أن محياة حشاد لهين كبرا حياة لهين والحشونين أما قف كستو مسلم والحشونين وقف أن إيمان لهين وإن النبي قوحوا لها عليه الصلاة والسلام وحياة لها أمضيه وغير لقرد حليه وناقة وحياهد هذا قف من حشونا هين واحد دون تبى السماء نعم قف حركة قوس تبى طيانه وحبب حد لهين لكن واحد لبه هنا هذا ذو نقطة قف حشاطة وحكة حشاطة إلهي كحشاطة ومدي سك حشاطة إن معايا ذا ملاك تك حشاطة السلالة سا أو سلو ارتواض جعلان مركا وحين يدو جعلين إن الله السماء يدونا أنا السمينين أو سلالة سا مركا وح مركا مركا كل إذا مركا تعينا إلهي بكل جو مرك كلا دتك جو كل جو غنى دتك بكل جو كحشو ومدى إلهي كحشو إلهنا كحشو مرك استبع هاي واحد هذا هذا جعلين هذا جعلين إن الله غصة ما هي هوا دتك دراد وهو دين لكن إلهي بكرة إلهي ده مرك كرة أو كحشو إلهي خلق جيس أنا كحشو ولا لها أي ومدى كلانا ساء كلا وكحشو يو هذا الله هذا هالنقدان هذا الله حشاد له وناق له وحشمه كده هانتهاي وهذا الكسايس كجا هذلين كفتن هالنقطه رون هالنقطه سيدون تان نقطه كفتن كعو وهالنقطه كفتن دم بلهين كفتن كعو دم بيون يالن ويا حشادكو سان شجني دم مانتي وخير حشادكو وحن خير هين كهل ميس ومع هذا وحكستو كان أنا ووناقو dadkiina ku dhadhow haday noqoto faamigaaga xaafadiina haday tahay dadka qaaribtaada kala baatay tahay dadka muslimiinta iyo dad gaalaba xataa dad kor nooshay xishoodku wanaag u buu keenaya iyo akhlaaq wanaagsan xushmadana iyo nawaasa oo kale inaad indhahaaga laabatid xumaanta ka dheeraatid maxayday dharkaaga oo xushmad lahaado marka oo markastaba aad ku dadaashay inaad noqotid gabadh dhowrsoon oo wanaag ku sifaysan وحكى له كم إذا أخلاق ذو ناكسن قفك إنه سخي النقض قف ديغسي ديغسي وحلى له قفك وناك جدتك اللجعل وحى وديغسي لقول النقض وحى ورينا خير كل لجعلات ولا شاء أنا خير ك أنا محيذا عمل وناكسن لي من صلاة تكنينا لجعلات إنا الصلاة تكتو إنا القرآن كبرتو إنا خير كل برتو أيا سخي نمد العجون إنا ليس سيا ديغسي نمد ماهن إنا خير كبدتك لجعلات أو الله إبلا يهدي السين سمين الله إبلا أود وناك أوشيكتي أود صدقة يدو كل سعود صدقة بحن وناك أهل سمرتيد أيا وناك سنسخي النقو فضلك إلهي ناك لبخي لندتك صدقة وحيالها عمتخذ كاهد حتى لبخي لن مسكين كاقب بحانون انت محايدة يعني ساقو أنا كحشونين باجير هذا كدركتي ها كحشونين أتسيسي مسكينك وهاجاجي وميوال يرو فيعن ونظيفة كرد سي شراب كوكله درك هذه محيدة كب حذيات كحر رقاطي تضباهم باجرة سي هكحشون ضيق سنمد وحويانين هتقف كستا وحا لجع لاتيد وهي هذا ذو أدمال دير قاردي ودوحن الركني كا كويناتي وحا لغي أبينو كوب باهن ونبهي سنجرو مركا هنا سيسيد ود محيدة دوودة يري هذو محيدة كا هذو باهنين جار كاذا مسكينات ده سيسيد قبر مسكينات وجار كاذا المير هاي سوطا عقونيس معروف كمركز تبع نبي حول عليه الصلاة والسلام خير خلا ما يريست ولو بالشقر تمرة تمرتها والله جاح جاحدنا هالنقضي خير كا يوناق الله ما يريست ووناق وحول بس ما هنا السنة أجر باك وجرة مالك هذا قصة قيسو وحي هذا شو صدق قدو ما هنا هذا موال بدن هيسيد نبي حول عليه الصلاة والسلام درهم أيا لغيا بأينو دراهم كهربرو ilaagay aba kun shilin inaad sadaqaysatay oo qof kale 100 kun oo shilin sadaqaysatay kunkaagu ka horeeyay waayo waxa la isku dheeli tiraya la isku qiyaasaya intaad aad u haysatay
كون كان يمسوها أنت دايستة مثلا واحد استاب طبعاً كم بدايستها كان يبقول كون بحينا مليون بوها استا مركا العقتنا بحيي أنت أنا كأهيد بالو قياسيا كون كهذا الشيء لأن هذا وحويين بكوها سقال كم بكوها هدي لكن بقول كون كل كيسو بحيي واحد بدن بوها هدي مركا هاي رئيسان مرنا وحنا صدقة السنة يسوع صدقة ووحي وحي بختيسا عرض إلهي صدقة ووحيالها قفك لغو توبرو عيالك يريرين قعنت سوق بتي وديبتي حتى إنه مسكين كسي ويوحو برانا يأينا وحلا بحين كري وقفك إنه وح بحين كري هداد المهر مركز سينا سيسون برتيد وولي جيب هذا برينا وح بحيو هل أردو تلوح وين هذا إنه حالي هذا قفك وحو كبر بارو بكو وين هذا مركز إنه برتيد إنه وح بحين كريسيد صدق الله بحي كريسيد تدك وحوشي كريسيد لجعلاتيد آية أخلاق دو ونأكسن كمذا مركز إن قفك استبع إنه دسكي لاليسيد مركز إنه بخيل لماذا شيطانكو وحن هذا أباهن إسكاهيسو وحن أردو تلوح بالله أباهاتي بل إيمك إن أذوب أنت إسكدة يا شيطان قوي قارني يا نفتو بالله هدو تولد أذوب هاني يا إسك إسكدقو هدو تولد أذوب هاني وحن إسكدقو مركا كود دال إن الشيطان كي نفتا مركا استكور تكتيد أذوح والبو وناجا تذكر كلا هذا جد بس وح كلاه كمد أخلاق وناكسن إثارك تيار السخي بيهد واحد هاي ستات بحين يسي أذوب هاني لقى يا بينا باهدا دو إن يدهم كعني إثارك وحويان وكسي حد قد بسيه هاي وحويان تي لو أمانة إلهي كو أمانة أنصارتا يغو وحبب هاي السن مثلا كو عادة بيها نايستا أنا أباهن وحانا كقف قالوا إسنها الرادن أباهن إنا النفط هيدا وهراء ونساق أنسيه كابا إثار ليدا إنا إثارك براتيد ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص هذه أباهن ما هن باهيد هذا إني ديركسن ده مركز تين هذا وهذا باهنين واحد نقول كوا تلاد ولا أنا نيم كوا باهنين وين أبحيه ما هن إسلام كوا حتى وح النبرة يا إن حتى هذا باهن أبحيس إثار كابل إذا ده مركز إن إثار لا إمتيد هذا واحد باهن تاعي محيط هذا أبحيس ده ولا لها المركز لج علاج كسب شو حيجي عن شغني بخلني بدي حد داف كايل كابا كايل علني way marka adigo baahan ba bixisay bakhaylnimo in dadka bakhaylnimo xad gudubtay ay kugu dhacdo waa mustaxiil waa dawada ka ilaalinaysa xanuunka kale inuu kugu dhaco marka ithaarka inaad baratid inaad kolkolka qaar ka adiyo gaajaysan qofka walaalka amba walaashada ka yar amba walaalka aad siisid oo anaga gaajaysan anaga tagaado oodan ma ahayn kaasi ithaar ithaarku waxa leeyahay waxa weeyaan inaad eegtid qofka kale isagii oo gaajaysan adu hurtid si hooyooyinku sameeyaan hooyadu iyadoo gaajaysan ayay ilmaheeda dhergisa Aisha waad garanaysiin islaantay oo imatay miskiinada oo imatay saddexda timirta ay siis laba ciyaal ay wadatay labadiiba midba xabad bay siis xabadooda afka geliyeen waa ciyaal yar kolkayba afka geliyeen way laqaan xabadeedii iyadoo wali afka gelin ayay soo eegeen xabadiiba hadana oo kala goysi marka qofku iithaarka inaad baratid waa sifo wanaagsan ku dadaal inaad sifada baratid waxa kale oo kamid ah oo maxayday aad ku maxayda loo baahan yahay inaad gaadhid asamt qof aamusan oo hadalkiisu maxayda qiyaasan yahay inaad noqoto qof macay ajaladina aad noqoto iska hadlaysa maahan oo khayr iyo sharba ku hadashid maya hadalkaagu ha qiyaasnaado ha qadarnaado hadalkaad ku hadlayso hadal miisaanan ha noqdo waayo waxaad ogaataa inay hadal kasto ku hadallo malaa'iga qorayso marka hadalkaaga dhowrso hadal aan uma anfacaku keenin adwiya aakhiraba ha ku hadlin iskilaali oo hadalkaaga control nabigu wuxuu laa alayhi salaatu wasalaam man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut amba khayr ku hadal amba iska aamus wayo wax lagu qori doona maalinka qiyaamaha waxa lagu horkeen doona buugaanta laga qoray waxaagi adoo ku hadashay maalmaha qaar ko iskaga kaftamaysay beenta aad ku kaftamaysay oo dhowto la oranayso walaa kula kaftamayay barito la way ka horyaalin marka hadalkaaga control oo isilaali naftaadana ilaali bar inaad hadalkaaga qiyaasi karayso waa la isbaraa wuxuu akhlaaqdu waa labo midna waa wuxuu ilaahay kugu abuuray midna waa mid aad u isbarato takhalluq baa la sameyn karaa qofku waxbu isbari karaya mesela
قف بحية دقسي أمتهد دقسي واتكلم كرئيسة والله إسبار كرئيا سيفوين كونك سيدتك وحب برتان أي أخلاق ده الله بران كرئيا مركا هورن والله أنا وسيدنا كده شو سيدنا بس كان نهايو فهمي سيدنا نهايو مي أخلاق ده والله برتان السلام كم محيي مدين النبي محولة عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق مركا أخلاق ده هذا وناجي وحكم إذا إن النقطية قف إنصاف له قف عدالة كل رغم ونفت إذا حتى هذا خلدان تورن كرئيس والله وخلدان ما يقرر على النقطة والله بالبيج الجوي وشرف ما هن إن الدلو ذي ما هن ذات إلى والله هذا يقص حسنا خالد كهذا إن القرتيد إن القرتيد وشرف إله أكتي سنة كوه على سومة أكتي إذا نتك شرف كوه على نز هم مودين إن شرف هذا هو صدع عيش إن الخالد كهذا كوسي أكتي ستيد بشرف شرف لعنة إن أدخلت كهذا قرأت وشرف لكن إنك واحد وهاي سنة حتى أدخلت كهذا ترى قبرنا صاحب الدعاية أتكتير والله يبلي وانكو خلط ما يقرر على نقو إن هذه هوس سكوت دكتاي أوز تولي سيد مودس مي شرف بعد سكوت يش وهي حق القاضي شيء نفط هذه حق تكون رئيس إن هذه إنصاف يلتين ومهم وصفه لو بهي نفط هذا أنا إنصاف هنا أتكسمت نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحولها وأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أذقوا ما مجعل دينا على قد الميو أذقوا ما مجعل دينا وحقلت لغوص ميو ولا لك ولا شأن لجع له إن تصد على ذو نفت هذا لجع شاي تتكب وادرين كها وكلي وذليه واحد جعش أنا وجعليه لجع له وناقد نفت هذا لدونيس يقروح هذا لدونيس يا مانت هذا لدونيس ولا جعليه محطت خا وناقد أذو جعش وجود يدسه أذو لجع لنا لجع له هذا مركب هذا كله جعلانة يعني وهاي ضدك واحد كوش بتاع ذي أي كوش علنيا هذا حمان كوش بتاع حمان توم كوش علنيا هذا وانا كوش بتاع وانا ذي كوش علنيا هبلاي والله وقف وانا أحسن حتى يجا كارح شو أنا يعني هذا الحنكاي ده وهاي هذا قب وقت كارح شو تاو هذا قب مو قودد أتنا كوما قوريا لكن مركب تاعي السفاه هذا نقد السفاه نما ولا لا هري صادو يجنا ده كوش سمين بيات كوش بتاع كوش بي مركب هارنن ويلكاد كشبته ودوت ولا هكا على علن هذا ويلك هونا كشبته ونا قام بيكوسين عندك هذا حمانه كشبته حمانته بيكوس علنيه مركا كود دالين النقطيد قف انصاف لا ودتك ما حدا او عدالات ونفتي اذا حتى يتعامل كغير كاب كل كلا تعامل ايش سدا جعشين على كل تعاملان ولا تعامل دتكاس نفت هذا هكا الرئيسين او هكا دور بدين دتك وأدوا هاي سكوا هاي سنة هنا كسر رئيس ضدك كفي عنده كقيمة بدنته كشخص عنده كعلم بدنته هاي سكوا هاي سنة مركها أجو هنا أدوا ناتها هاي قف كم يدون ضدك وحبر دارين قول كاجو ونأكسن هذا الفعل كاجو ونأكسن وشرف على أدوا النفط على أدوا كنتي ضدك أنا لك أكره أوديد أونع وحد أدوا بالنفط على أونع عيس الله جعلان وحكى له كم إذا أخلاق ذو ناكسن إنه قفكو كو التزامه وكو أكاده وهايستو وحكستو قرآنك لغو الشيخ وأخلاق ذو ناكسن وحكستو حمانه وقرآنك تلمامينا إنه كديرات حديث النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق ذو ناكسن وحى حديثي سلغو الشيخ إنه تكون دكتين والقبستين ومحايدة حمانتا يوحكستو محايدة لغو الشيخ إنه كديرات وحكى له كم إذا إنه العلمي الشرعي أهد كل دكتين أهد براتين علم الشرعي دينة إسلام كا يا قرآن كي السنة النبي عليه الصلاة والسلام لقد سوى صارين أهد كل دكتين أهد كل داشد وحنا أول رأي إن القرآن كحفظي ديد يعني لما أنت حتى أهد ولا حفظ ويدنا وحي كوف أهد كحفظي ديد لكن أهد كل دي ديد إن أهد مركز تا قرآن كا أهد فهن تيد فهن كيس ومهم إن أهد حروف تيست حفظي ديد وحا كم مهم سنين أهد فهن تيد معنيس واي حروفته كو كان ميسين دقن اد كسميس لكن فهمي جيسو دقن بكون نقن كل كات فهمتيد قرانك و خو كو امريو ايا دقن كدغن كرسا دينت لكن هذا القران كي حافظ سنتهي اود معنيس وحبا كي غرنين ده محد نقن وحا عجلده هلسن بد نقني عجلده وحبي بدشاء واي اخردا قرانك وانا كل كاش محل كاسيت كادا شدانايسو ام با دغيسنيسو تليفون كا كدغيسنيسو شاء وآخرنا يا تلفونك لكن تلفونك صلاة ما تكون أيو سكنا ما بحنا صدقنا ما بحنا وايو ما وح ما بقرنا وحنا وآخرنا وح لغوش بهم مركز هذا النقان
sida aaladda oo kale qof noqo fahansan waxaan akhrinayo laga yaabo aayada aad akhrinayso wax ficil ka soo horjeeda inaad samaynaysaba marka ku dadaal inaad fahantid diinta aad akhrinayso ee qur-aankaagaas noqo mid ku mashquulsan acmaasha mufiidka ee faa'iido ku keenaysa ee ku anfacaysa aakhiriya adduunba camaladu midna waa wax aana waxbaba khayr iyo shartoona kuu keenoo mubaaxiska ah midna waa mid aakhirana ku anfacaya adduunyana ku anfacaya midna waa mid aakhiriya adduunba ku dhibay marka ku dadaal noloshaada saacadahan yaraad haysato cumrigaagia inaad kaga faa'iidaysatid waxyaalaha mufiidka ee mudaawamadeedu aada khayr kaga helayso taasoo ugu horeyso qur-aanka inaad akhridid qur-aanka inaad baratid inaad ku tadaburtid aayadihiisa inaad khushuuc la imatid aayadihiisa markaad akhrinayso inaad siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam akhridid ood baratid waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam nolosheenna isagaa miithaal noogu ah isaga xaasaskiisii saxaabadiisii ayaa miithaal noogu ah aan ku dayanno ku dayasho wanaagsan wakiilaha ilaahay nebiga ayay inay ku ahaatay calayhi salaatu wasalaam iyo ummahaadkii mu'miniinta saxaabiyaadkii wan wanaagsanaa dadkaa aada ku dayanayso inaad ku dadaashid ayaa loo baahan yahay waxa kaloo ka mid a akhlaaqda wanaagsan waxyaalaha kugu gargaaraya waxa ka mid a inaad lahaatid saaxiibad wanaagsan oo saaxiibku waa saaxib qofka ku saaxiibka waxa la yidhaha waa qofku wuu ku jiidanayaa qofkan aada la saaxiibayso iska eeg qof wanaagsan inuu yahay iyo qof xun inuu yahay waayo saaxiibkaa wuxuu yahay unbaad noqonaysaa saaxiibkaa wuxuu yahay unbaad noqonaysaa hadduu wanaagsan yahay isagaa ku jiidan oo khayrkaaba isku kaashanaysid hadduu xun yahayna naftaadii oo shaydaan kolkii horeba wehel la ahayd qof kaloo xunna kolku kuu darsamo daadi faalkadu ku jirsiin oo hodhow toole anaa khayr badnaa way adkaanaysaa inaad saxajisid kolba siuu kuu simbirraxinayo kolba siuu kuu yar jiidayo kolba siuu salaada kuu weydaarinayo qur-aankii aad ka mashquulayso kuu sheekeynayo ayaa xadka uu ku dhaafin doonaa marka saaxiib wanaagsan yeelo oo saaxiibka xun iska ilaali waxaad ku dadaashaa acmaasha islaaxa inaad cuyuubta naaska ceebaha dadka inaad ishaada ka dhowrtid wixii aad hagaajinaysa hagaaji laakiin cuyuubtooda dadka ceebta heblaaya sidan ay tahay heblaaya sidan ay tahay heblaaya adu gaadh hakaayn kamaraa ma tiidi waayo dadkuba indhay wala leeyihiin sidaada ceebna waad leedahay adu kama dhowrsanayd aadba bilaa ceeb ma tiidi marka ceebtaada si aad urjeclayn inaad u asturtid lagu asturo adna cuyuubta dadka astur waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wakiilaha man satara musliman mu'minan satarahu llahu yowma alqiyaama qofka adna qiyaamaha lagu asturay xataa adaaba aragtaba qofkan uu ku dhacay astur ceebtiisa heblaaya sidan samaysa iyadoo sidan labaan arkay iyadoo sidan wax samaynaysa arkay may haddaad u naseexaynayso u nasteexe oo u sheeg walaashay waxaan kuuma fiicnaysaa iska daadhe oo u nasteexe intay qaadanaysa naseexada laakiin ha bibliga ha ka dhigan oo ummadda ha usoo shaacbixin maxayada sireheeda iyo waxyaalaheeda ka dhacay khaladku basharka uu ka dhixi karaya qofkan isu soo mujaahirka iska dhigay isagoo maxayada lasoo banbaxay maaha laakiin qof gabadh wanaagsan oo khalad ka dhacay khaladkeedi durbabaha ku ma adduunyada ha ku baahifin markaas taana ku dadaal inaad dadka maxayada cuyuubtooda aada ka dhowrsunaatid saa adiguba indhow leedahay iyo dadkuna indhow leeyihiin saad ceeb u leedahay bay dadkuna ceeb u leeyihiin waxaa kaloo ka mid a qadaha ilaahay inaad aamintid iyo qadarkiisa iskuna dhiibtid ooda ka cadhoon hadduu wuxuu ilaahay kuu qadaray asbaab waad la iman karaysaa laakiin qadarka ilaahay sina ugama dheeraan karaysa qadarka ilaahay iyo qadaagiisana inaad aada rumaysid waayo waa arkaanta iimaanka ka mid tahay waxaa ka mid a inaad istikfaarta badisid faqul tastakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara istikfaarta ilaahay khayr kasta oo dhan baa lagu helaa abwaabtiisa kugu furmayso arsaaq haddaad doonayso ubad haddaad doonayso wax kastood rajaynayso istikfaarta ilaahay baad ku heli noloshaadana way ku wanaagsanaan marka intaas aan soo tilmaamay oo akhlaaqda wanaagsan qaar ka mid a akhlaaqda wanaagsan waa nolosha oo diinta oo dhanba nebiga calayhi salaatu wasalaam kolkuu ilaahay tilmaamay muxuu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq wanaagsan akhlaaqdaas ilaahay ku tilmaamay kolkii caayisho la weydiiyeyna maxay tiri caayisha kolkii nebiga la weydiiyey waxay tiri kaana khuluquhu lqur'aan waxay ka dhigan tahay markaa qofkaas islaamkuba waa akhlaaq marka gabadha muslimadda ee akhlaaq aana lahayn islaamnimada inay sheegato
sheegashay ku noqon islaanimo ma aha markaas islaam ana akhlaaq lahayn wa diin ana jirin hada been abuuranaya laakiin haddad muslima tahay dhaba wa inaad akhlaaq lahaatid akhlaaqda islaamka aad ku sifaydid oo run qof run sheegay noqotid qof aan been sheegin noqotid waa sifadaha muslimiinta sina uga mid ma aha beentu qofka muuminka nabiga kulkii la weydiinay sifooyinkiisa akhtaada ka dhaca wax kasto kasta uu ka dhaca laakiin beenaala ma noqdo muslimku beenaala marna ma noqdo ha oran beentu way iska banaanta adduunyada beenta maalin baaba loo samaysto maalintii beenta la yidhaahdo laakiin qofka muslimkii waa inuu akhlaaq lahaado diinteenna innaka noo aragti oon ka dabqaadanaa marka insha allah ilaahayna wala waafajiyo intaaba kusoo koobinaa kelmadaydii وحي أن يلي حقنا إلهي بأي وافجي وحي أن خلد مينا نفطي دي الشيطان بهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.